اللي رمى محمد وربنا بيقول لنا على الحقيقة هو الله. نعم. فإذا قلت ما فيش غير ربنا هو اللي رامي بس وتنكر محمد أنكرت الحكمة. ولو قلت لا أنا شايف محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى فقط القدرة. يبقى أنكرت القدرة. نعم. وليس اسمه الحكيم بأولى من اسمه القادر ولا اسمه القادر بأولى من اسمه الحكيم. الله. أمال إزاي؟ قال لك كانطوائي نور القمر في ضياء الشمس. يعني إيه؟ لما الشمس بتطلع القمر انعدم؟ لا موجود القمر موجود بس اختفى سبحان الله بنور الشمس. بس هو فين؟ ده النور بتاعه اللي اختفى من شدة ظهور الشمس. الله. لما طلعت طلع النهار على الأقمار ولا باقي إلا ربي. نعم. الناس زارت محمد وهو سكلي في قلبي. الله. يا قارئين علم التوحيد هنا البحار التي تروي. نعم. هنا مقام أهل التجريد الواصلين إلى ربي. نعم. ده إنشاد بينشدوه في الذكر أحيانا بيوصل لمرحلة معينة قوم يقول إيه طلع النهار على الأقمار. لما بتطلع الشمس القمر لم ينعدم موجود. يبقى محمد موجود، يبقى الأسباب موجودة. نعم. يبقى أنا وأنت موجودين، يبقى لابد أعمل بالأسباب، يبقى الحكمة موجودة. لكن لما يصل لمرتبة الشهود ويوصل إلى الحضرة ساعتها إيه؟ هو مش محتاج للدليل. يعني كأن وبقى في الحضرة القدرة غطت على الحكمة؟ نعم. أو غلبت الحكمة؟ الحكمة انطوت في القدرة، في القدرة. بقى حاجة واحدة، وده التوحيد. نعم. حقيقة التوحيد وصل إلى تحقيق التوحيد. نعم. لأن سيادتك احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما معنى لا اله الا الله حقيقه؟ لا اله الا الله يعني لا موجود على الحقيقه الا الله. لا اله الا الله يعني لا فاعل على الحقيقه الا الله. لا اله الا الله يعني لا شافع على الحقيقه الا الله. يعني لا اخذ الا الله، لا معطي الا الله، لا نافع الا الله، لا ضار الا الله. مش دي الحقيقة؟ نعم. بنكذب على بعض. طيب احنا بقى لما نيجي في الواقع واحنا بنتعامل، انا متيقن صحيح ان ما فيش غير الله هو العاطي، ولا متعلق بحاجة تانية؟ مال انا برأيك ليه؟ عشان مرتبي عندك؟ مال انا بنفقك ليه؟ نعم. عشان باخد منك؟ امال انا بظلم ليه؟ بظلم ليه؟ ليه انا بأصعد على اكتاف الاخرين ليه؟ نعم. لان انا مش شايف غير السبب. نعم. لكن لو شاف ربنا حقيقة ما كنتش زي ما قال سيدنا علي ان المرأة لا يسره ما لم يكن ليفوته. نعم. هو بيفرح بحاجة جات له هي ما كانتش هتفوته، كده كده مش هتسيبك. نعم. فلو كان هو واثق به سبحانه وتعالى، لو ما كانش فيه إثنينية عنده، لو ما فيش إشكالية عنده بين القدرة والحكمة، كان يعمل وهو يثق بما عند الله في الغيب أكثر مما بين يديه في الشهادة.